كافانكاتر تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. المصير من زاوية أحب أن أشير إلى أن المسألة ووضعها تحت الإشهار الباحث تحول خاصة التعامل مع اليوم مع الدول تصبح في ذلك الدول مستعمرات هذا جديد خف الحضور ديالنا إلى مدينة بوجدور أولا هي تدخل في إطار بناء واحد المنتدى ديال التفكير والتحليل والنقاش حول المبادرة الملكية للمحيط الأطلسي الإفريقي وإدماج دول الساحل. هذا المنتدى فيه جامعيين وفيه أيضا مجموعة خبراء من مراكز يتناقشون مع الإعلاميين مع الفاعلين، لأن هذه المبادرة هي قوية جدا تبين بأن المغرب أولا هو قوة إقليمية لها القدرة على التأثير في محيطها. المغرب من خلال هذه المبادرة يعيد تحديد وظيفة المحيط الأطلسي في النظام الدولي، أيضا هو يبني شبكة من الروابط مع المحيط الأطلسي الأمريكي والمحيط الأطلسي أمريكا الجنوبية والمحيط الأطلسي الأوروبي. ثم هناك أيضا الفكرة دول الساحل التي فكر فيها المغرب من خلال زاويتين، زاوية تاريخية على اعتبار أن منطقة الساحل التي ينظر إلى البعض بأن منطقة اضطرابات وصراعات هي منطقة في التاريخ منطقة الطرق التجارية، ثم زاوية أخرى ينظر المغرب أيضا من خلال المبادرة الملكية دول الساحل أنه من خلال حقل إمارة المؤمنين هذه المنطقة التي هي الساحل كانت هي الطرق ديال الحجاج نحو الديار المقدسة. ملي كرتبوا المبادرة ونضعها ضمن واحد المشهد اللي عرفوا المغرب منذ 1999، أولا السياسات العمومية التي أنتج المغرب وذهب بها إلى إفريقيا، ثم مبادرة الحكم الذاتي في 2007 2009 بدأ التفكير في المبادرة الأطلسية، أيضا عودة النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، ثم الإعلان على مبادرة الأطلسي. ملي كنجمعوا هذه العناصر كاملة كتبين بأن هناك خط منطقي في السياسة الخارجية المغربية، وهذا يظهر من خلال تحليل خطابات جلالة الملك منذ سنة 1999. هذه المبادرة كتغير المحيط كله، بل أكثر من ذلك أنه المغرب يجيب العداء ديال دولة الجوار التي هي الجزائر يجيبها بمشاريع تنموية. لهذا كنلاحظوا الطلب على المغرب من طرف إسبانيا اللي دار معها تكامل إقليمي، من طرف الولايات المتحدة الأمريكية، الطلب الأخير من طرف فرنسا. إذن هو يبني الاستقرار هنا، وهذه المسألة تؤثر على دولة الجوار اللي كترفع من الحجم ديال العداء ديالها. ولكن هنا المشهد اليوم أنه في دولة الجوار اللي هي لم تفهم الخطاب الملكي الذي مد فيه يده إلى الجزائر، هي لم تفهم هذه المسألة لم تلتقطها، وجاء الجواب من خلال هذه المبادرة التي تعزي الجزائر التي كانت تريد عزل المغرب عبر تجزئته والوصول إلى المحيط الأطلسي. إذا المحيط الأطلسي في الحكاية كلها ديال 50 سنة كانت الجزائر تريد عزل المغرب بوصول إلى منفذ على المحيط الأطلسي، المغرب اليوم يعزل الجزائر من خلال مبادرة الأطلسي.